التقدم باستقالة جماعية في المرحلة دي وليه؟ لا، هو الموضوع ما جاش بالشكل الواضح للرأي العام. هو موضوع جيب يعني البداية جت من عند الكابتن حسام البدري، ان هو بعد مباراة الاسماعيلي هو تقدم باستقالته من خلالي للجنة الكورة، وان هو يعني قال لهم ان هو مش هيقدر يستمر. طبعا في ضغوط كبيرة جدا على الكابتن حسام في الفترة اللي فاتت، وهو شايف ان يعني هو مش عايز يخسر جمهور النادي الاهلي، وهو بيحبهم جدا، وهو عمل انجازات كبيره جدا مع الجمهور ده، فبالتالي هو مش عايز يخسر علاقته بيهم، وعايز يبقى ما توصلش ان هو يبقى في اهانه من الجمهور ليه، فبالتالي هو بيرفع الحرج عن نفسه وعن لجنه الكوره وبيقدم استقالته. الكلام ده كان بعد المباراه مباشره. تمام. والنهارده الصبح الحقيقه يعني الجهاز الفني وانا كمان، وعلى اساس ان احنا برضو تقدمنا في استقالتنا. ما هو ده سؤالي لك يا كابتن هادي، ايه السبب؟ ايه السبب ان باقي عناصر الجهاز حضرتك والباقين تقدمتوا باستقاله؟ اذا كنت حضرتك بتؤكد ان كابتن حسام كان حاسس بنوع من الحساسيه او التوتر اللي بيزداد بينه وبين الجماهير، ليه باقي الجهاز تقدم باستقاله؟ السبب عشان نرفع الحرج عن لجنة الكورة في اختيار ما تشاء، لأن الحقيقة الوقت اللي جاي ده وقت مهم جدا للنادي الأهلي، واحنا الهدف الأساسي هو الفريق، فريق النادي الأهلي. فإذا كان لجنة الكورة شايفة في الفترة اللي جاية إنها محتاجة لجهاز فني جديد متكامل، ممكن تبقى هي دي رؤية الأصوب في المرحلة اللي جاية، أو إذا كان في مدير فني جاي وشايف في ناس يعني من الأجهزة الفنية صعب التعاون معاهم، وهو دي مثلا مجموعة معاه متفاهمة معاه عايزة يشتغل معاها، فده برضو لازم يبقى الموضوع واضح. لكن بالنسبة لمدير الكورة وضع مختلف، لأن مدير الكورة هو بيبقى متعين من قبل لجنة الكورة أو من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي، فبالتالي ملوش علاقة باختيار المدير الفني، ولكن المدير الكورة هو بيعرض على المدير الفني على أساس إن هو بيبقى فيه يعني هل المدير الفني بيقبل التعاون، هيبقى في انسجام وتفاهم ورؤية مشتركة بينهم. هل مدير الكورة المدير الفني يتعاون مع مدير الكورة ولا لا؟ فإذا كان هناك تفاهم وتعاون، فمدير الفني بيقول طبعا انا اتمنى اشتغل مع فلان الفلاني، او مدير فني تاني بيقول لا انا ما اقدرش اشتغل مع فلان الفلاني، فبيبقى ليه مطلق الحريه ان هو يتعاون مع مدير الكوره او لا. كابتن هادي، واضح من كلامك ان الحرج، لكن هو اللي منوط بيه ان هو يختار الجهاز الفني المدير الفني. المدير الفني لكن منوط بيه اللي يختار مدير الكوره طبعا لجنه الكوره ومجلس اداره النادي الاهلي. مفهوم طبعا. كابتن هادي، واضح من كلامك انك مدرك تماما لنبض الجمهور في الشارع الكروي الاهلاوي في مصر بشكل عام، وحاله الفريق او العروض والنتائج، واضح ده حتى من تون الصوت اللي فيه عدم رضا عن النتائج في الفتره اللي فاتت والاداء، لكن في حاجات اكيد الجمهور مش عارفها. ايه اللي حابب تقوله للجمهور الاهلي والمشاهدي قناه الاهلي عن الظروف او الضغوط، التفاصيل الصغيره الجمهور مش عارفها اللي سببت لكم صعوبات في الفتره اللي فاتت، ايا كان قرار طبعا لجنه الكوره في الفتره اللي جايه؟ لا، اللي انا عايز اقوله ان يعني كابتن عادل كان قال في انفلات فني او انفلات اداري. تمام. وانا يعني بنفي هذا الكلام تماما، ما كانش في اي انفلات، بالدليل الحمد لله على مدار سنه ونص الحمد لله حققنا فريق فيه لعيبه خبرات واقفين على رجليهم، ولعيبه صاعدين، وحققنا بطوله دوري وبطوله سوبر، وصلنا نهائي كاس، يعني الحمد لله حققنا انجازات كويسه جدا. في استقرار، في احترام متبادل ما بين الجهاز الفني، الجهاز الفني متفاهم جدا مع بعض، في احترام متبادل ما بين الجهاز الفني واللاعبين. في الاخر احنا مش ملائكه، ممكن يحصل ممكن بعض الخروج عن النص شويه من بعض اللاعبين، ولكن بيتم احتواء الموضوع سواء بالشده او باللين، لكن ما كانش في اي انفلات خالص زي ما كابتن عادل بيقول. يعني حضرتك مش شايف ان كان في انفعالات مبالغ فيها شويه من بعض نجومنا ولاعبينا في الفتره اللي فاتت ومن بدايه الموسم؟ لا، كان في اي انفعالات، لا في انفعالات حصلت فعلا في ماتش الترجي تجاه حكم المباراه، رغم ان احنا عارفين الحكم ظلم ظلم شديد، ولكن بالفعل احنا ما مسكتناش على هذا الامر، وقعنا عقوبات على اللاعبين، واللاعبين رضخوا لهذه العقوبات، ما كانش عندهم اي مشكله. بالعكس طبعا اي لعيب ممكن يتضايق
ويزعل من العقوبات اللي وقعت عليه، وده شيء طبيعي جدا. الاصابات كمان عايزين نعرف رايك فيها كابتن هادي. كابتن عادل طعيمه كمان من النقاط اللي اشار اليها واللي طبعا الجمهور بيتكلم عنها بشكل يومي تقريبا، كثره الاصابات طبعا في النهايه هي قضاء وقدر، وهي اختبار من الله للاعب بشكل عام وللمدير الفني او للمدرب، ومشكله بتقابل اي جهاز فني او اي فريق، لكن اتكررت الاصابات الكتير قوي الموسم ده مع اللاعبين. هل كان في مشكله بيعاني منها الجهاز الطبي، في شكوى، في مشكله في اوفر لود في تدريبات؟ التشخيص بتاع الاصابات، يمكن انتوا بتقولوا ان الاصابات كانت في مكان واحد، والكلام ده غلط تماما. الاصابات كانت في اماكن مختلفه. سيد معوض لما جاله السمانه جات له في رجله في اليمين، وبعدين مره ثانيه جات له في رجل اخرى، ومره ثانيه جات له حاجه ثانيه خالص. فعشان يمكن انتوا ما تعرفوش المعلومات الدقيقه بالنسبه للناحيه الشان الطبي، فبالتالي يعني بيتقال كلام غير صحيح. لكن احنا بنقول النادي الاهلي ليه اصاباته بتبقى اكتر من اي اصابات. احنا كنا بنعاني على مدار الخمس ست سنوات اللي فاتت من كميه الاصابات الرهيبه اللي بتيجي لعيبه النادي الاهلي. ده وضع طبيعي جدا لفرقه كبيره زي النادي الاهلي. في هدف كبير جدا لكل لعيب ان هو يكون جوه ال 18، هدف لكل لعيب ان هو يحقق انجاز ويدخل جوه الفرقه جوه ال 11، فبالتالي بيبقى في اداء التمرين بشكل قوي جدا. بيحاولوا اللعيبه كل لعيب يثبت نفسه، كل لعيب عايز يبقى في افضل فورمه ليه. ممكن من خلال المباريات مع بطوله افريقيا، بطوله الدوري العام، لعيبه بتلعب منتخب اولمبي، لعيبه بتلعب مع فريق الشباب، وفي لعيبه بنستعين بيها من 19 سنه، فبالتالي المشاركات مع فريق كبير زي النادي الاهلي غير مشاركات مع فريق عادي في الدوري العام. اكيد. فنسبه الاحمال بتبقى اعلى، اللعيبه بتاعتنا بتروح منتخبات كبيره وصغيره، فكل ده بيولد عدد كبير من الاصابات. لا، لكن ما كانش فيها كابتن هادي، بتاكد ان ما كانش فيها علامه استفهام على تكرار، مش الاصابه طبعا في مكان واحد، ما فيش حاجه في الدنيا طبعا ممكن نقول ان فريق نجومه بيصابوا في نفس المكان، ولكن طبيعه الاصابه بشده او تمزق ولو في عضلات في مختلفه. مكان واحد يا استاذ محمد، كان الاصابه في مكان واحد يبقى ده حمل تدريب خطا. لكن كان الاصابات في اماكن مختلفه يبقى ده شيء طبيعي جدا، وناتجه من العوامل اللي انا قلتها لك وعوامل ثانيه اخرى يعني. طيب. لكن اللي انا عايز اكد عليه ان قد ايه الجهاز الفني اللي موجود، وكابتن حسام البدري ادى بضمير في الفتره اللي فاتت، وادى بشكل كويس جدا، وراعى ربنا في شغله، واذا كان هو ساب الفرقه، هو ساب الفرقه كابتن حسام، وهو يعي تماما الفرقه دي خسرت مباراه واحده في بطوله الدوري العام، وما خسرتش بطوله الدوري العام، وهي قادره انها ان شاء الله تستمر وتقف على رجليها تاني. فاي كلام بيتقال كمزايدات بقى على الجهاز الفني او على اللاعبين بشكل غير لائق، ده لا نسمح به على الاطلاق. تمام، لان عارفين النادي الاهلي فريق كبير، وعارفين جمهور النادي الاهلي جمهور كبير، واذا كان الجمهور في الفتره اللي فاتت يعني كان حزين شويه من اداء الفريق، فده شيء طبيعي جدا. لكن فريق النادي الاهلي مر كتير جدا بكبوات، ومر كتير جدا بمنحنى هبوط وصعود، لكن العبره بالاعمال طبعا بنهايه الموسم طبعا كابتن يعني. واحنا بناكد على كلامك يا كابتن هادي، احنا في اللحظه دي اللي في استقاله مقدمه، في اللحظه اللي بنتكلم فيها معاك كابتن هادي خشبه، احنا اولا مرحليا بنقدم طبعا كل الشكر والتقدير للجهاز باكمله، كابتن هادي وكابتن حسام، كابتن علاء، كابتن يوسف، كابتن ناجي، كابتن محمد ابو العيله، وان كنا نتمنى ان يصدر القرار الافضل لمصلحه النادي ولمصلحه فريق الكره، وزي ما حضرتك متابع معانا دلوقتي على شاشه قناه الاهلي ان لسه لم يعلن اي شيء، ونتمنى ان الخبرات الكبيره المتوفره لدى كابتن حسن حمدي وكابتن محمود الخطيب وكابتن طارق سليم تراعي كافه الجوانب الافضل في مصلحه النادي، ربما يستمر الجهاز باكمله، ربما يتم تغيير الجهاز باكمله، او انتقاء عناصر للبقاء والاستمرار وقبول استقاله البعض. محمد، العبره ان فريق النادي الاهلي هو الاساس. صحيح. النادي الاهلي هو الاساس بغض النظر عن الاشخاص طبعا والاسماء طبعا، تمشي كويس تمام وبشكل مرضي، واهم حاجه الجمهور يساند فرقته مهما كان الجهاز الفني القادم مين، بس لازم الجمهور يساند طبعا. الفترة الجاية مهمة ومحتاجة مساندة الجمهور ايا كان قرار لجنة الكرة في النادي طبعا. بشكرك جدا لمشاركتك معنا كابتن هادي خشبة مدير الكرة في طبعا طوال الفترة الماضية في النادي الاهلي ومؤقتا.